من بين كل الأنشطة الخارقة للطبيعة، من المحتمل بتكون الأنشطة اللي بتحوي دمى الأكثر رعباً. وهالفيديو بيتضمن نشاط لحركة دمي وبشكل مفاجئ. نشر أحد مستخدمي اليوتيوب هالمقطع وكتب أن هذا الفيديو كان لتكديس الأكواب. أنا قلق للغاية ولا أستطيع معرفة كيف حدث هذا. منذ أن وضعت الدمية بعيدا في حظيرة قديمة لدي، هذه هي اللقطات التي تم التقاطها. تأكد أنك تدقق بخلفية المقطع. المقطع من المفروض يكون لشخص يستعرض مهاراته بلعبة الأكواب، لكن تحولت اللقطات لشيء مرعب. الدمية الموجودة على الرف واللي كانت أساسا مرمية بحظيرة قديمة بنشوفها تتحرك لوحدها. ما حدا كان ملاحظ حركتها المرعبة حتى شافوا اللقطات بوقت تاني. هالفيديو تركهم بحالة خوف، فمن الممكن يكون بالفعل حقيقي وبنفس الوقت مخيف. لكن إذا كانت هاللقطات حقيقية أو لا، فالموضوع قابل للنقاش، ورأيك صديقي بيكون الحكم دائما. نشرت لورا هونيكون مقطع فيديو بيحوي على شيء مخيف من جهاز المراقبة لطفلتها. بنتها كانت بسريرها لما حست لورا وبشكل مفاجئ بشعور سيء، فركضت فورا لغرفة بنتها وشافت انها بخير. لكن ما كانت بتعرف انه تم التقاط شيء مخيف على جهاز المراقبة الخاص ببنتها قبل ما تدخل الغرفة. وللعلم بوقتها ما كان في حدا بالطابق بوقت التسجيل، فكتبت لورا انا سخيف مرعوب. من الواضح تماما في حركة رجلين قريب جدا من سرير الطفلة. لورا عملت مقطع فيديو بتوضح فيه هاللقطات المرعبة. There was legs that were walking. It looked like legs that were walking out of her room. And her window is locked. There's no other entrance to that room, literally. And you never seen nothing going in. It just was legs going out. You seen me come in, come out, and then you see those legs go out, and then you see me come upstairs to get her and go out. لورا ما عندها أي علم أو شو ممكن تعمل بهيك حالي. هالمقطع يعتبر لحد كبير حقيقي. لكن ومثل العادي، رأيك صديقي بيكون الحكم. فخبرنا رأيك بالتعليقات. نشر أحد المستخدمين هالصورة وكتب لقد التقطت هذه الصورة في الفلبين في عام 2009 عندما بدأت مسيرتي المهنية كمصور فوتوغرافي. التقطت صورة لصديقي لتجربة كاميراتي الجديدة، ولكن ما التقطته كان صادما ومثيرا للقلق حقا، ولا يزال يطاردني حتى الآن واليوم. هذه هي الصورة التي تم التقاطها. أكيد واضح المنظر بالخلفية، امرأة بتلبس توب من الممكن يكون مغطى بالدم. ما في أي معلومات إضافية عن هالصورة، لكن بمجرد النظر يعتبر شيء مرعب. هالمقطع لشخص وحده بالبيت لما سجل شيء بالفعل مخيف بالكاميرا. اللي نشر هالمقطع
كتب أن السيد سباوتر استيقظ في منتصف الليل على ضجيج غريب، وهو يحاول بذل قصارى جهده للحفاظ على هدوئه، كما هو الحال فيما يحدث في هذا المقطع، مثير للأعصاب تماما. هذه هي اللقطات التي تم التقاطها. على ما يبدو السيد سباوتر كان يسمع الأشياء والحركات، ولكن بإحدى الليالي صحي مرة تاني بوقت منتصف الليل ويسجل هالمقطع. بيظهر بشكل واضح شخص أو شيء ما متخبي بغرفة السيد سباوتر. المشاهدين اللي شافوا المقطع متأكدين إنه كيان شرير كان يراقب سباوتر من دون ما يلاحظ. انتوا شو رأيكم أصدقائي؟ خبروني بالتعليقات، وإذا حابين تقدموا دعم من خلال زر شكرا الموجود تحت أو الانتساب لعضوية القناة. دمتم بخير والسلام.